واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 511 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 125 طن مواد غذائية وغير غذائية، حيث تم ضبط أكثر من 59 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 66 طن، كما تم ضبط 724 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 69 قضية خبز ناقص الوزن و85 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 33 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 359 طن.